السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة رقم 7 في الكورس بعنوان الفيول انجكشن اند كومبشن ان اس اي انجن. معكم دكتور احمد عنتر. اول سلايد في المحاضرة بيتكلم على الفيول انجكشن سيستم ان اس اي انجن. طبعا هو نوعين، الكربريتور سيستم وده النوع القديم، والنوع الثاني اللي هو الفيول انجكشن سيستم وده الجديد او الحال اللي موجود في المحركات. الكربيريتور زي ما انت عارفين ده موجود في المحركات القديمة، يعني مثلا لو انت رحت على عربية قبل سنة 2000 مثلا، وليكن مثلا ايه عربية شاهين مثلا او عربية فيات اللي هي 128 وليكن، بص على المحرك بتاعها هتلاقي الايه التاكسيات القديمة، هتلاقي المحرك شغال على الكربيريتور. الكربيريتور كانت مهمته كلها ان هو يخلط الوقود بالهواء علشان يديك افضل خلط بنسبة معينة اير تو فيول ريشيو، بحيث ان هو الاحتراق يبقى داخل المحرك يبقى افضل ما يمكن. وكان طبعا الهواء بعد كده او الخليط بيدخل على المانيفولد وبعد كده بيتوزع على السلندر اللي عندي، تمام. اما طبعا النظام ده اتغير وبقى بفيول انجكتور، دلوقتي هنشوفه طبعا في السلايدز اللي جاية، وهنشوف عايزين نشوف الفرق بينهم. دلوقتي الفرق بينهم هنا ده الكربيريتور اهوت depends on the vacuum created in the engine during suction stroke، كان بيعتمد على الفاكيوم في اثناء السكشن ستروك. اما هنا في الانجكشن الفيول انجكشن سيستم انجكت فيول ات هاير بريشر يوزنج ان الكترونيك فيول بومب، طبعا بيبقى عندنا في مضخة وقود هي اللي بتضخ الوقود عند ضغط عالي جدا داخل النظام النظام الحريق، وبالتالي بيبقى عندنا الوقود نقدر ايه نحصل على خليط افضل يعني، تمام. طيب الهاي بريشر انجكشن ريزلت ان بيؤدي الى بيتر اتوميزيشن للوقود، وكمان لور ايميشن بيقلل الانبعاثات، وانكريزد باور بيزود الباور اللي طالع من المحرك، وبالتالي كفاءة المحرك بتكون ايه زيادة. طيب based on the location of the injector عندنا فيه نوعين، single point fuel injection system وفي multi point fuel injection system. طيب ايه الفرق بينهم الاثنين دول؟ الفرق بينهم single point injection system ادي اهي نقطة واحدة فقط فيها injector، ده في مدخل المانيفولد بتاع المحرك بيرش الوقود وبيختلط مع الهواء وبعد كده بيتوزع على الانلت مانيفولد اللي هي الاسطوانات اللي عندك سواء 4 أو 6 او زي ما يكون، تمام. وده هنا كده بنسميه سنجل ان هو نقطة واحدة بس فيها ايه انجكشن، وطبعا بتبقى محطوطة في الثروت البادي وبعدها بيبقى في ثروت الفالف عشان نقدر نتحكم في سرعة المحرك وعدد دوران. طيب طبعا الانجكشن او الانجكتور متوصل بالكترونيك فيول بامب بتديله ضغط عالي جدا وقود عند ضغط عالي جدا عشان نقدر نحقق الظروف بتاعت الانجكشن. طيب العيوب بتاعته centralized location of the injector بتؤدي الى even amount of fuel supply to each cylinder بتبقى قليله، يعني ما بنقدر، ده عيب بتاعه اللي هو النقطه دي ان هو بسبب السنترلايزد لوكيشن النقطة بتاعته ان هي هنا في السنتر ومنقدرش نوصل للوقود الكافي لكل سلندر، ده عيبه. طيب النقطة التانية فيه اللي هي المالتي بوينت انجكشن سيستم بنقول عليها MBFI، وطبعا هنا عندك الهواء بيدخل وده هنا بيتحكم في الهواء فقط، وبعد كده الهواء يبدأ يتوزع على السلندرز، وبعد كده على كل سلندر فيه انجكتور دوت بيضخ الوقود عند ضغط عالي جدا وبالتالي بيساعد في ايه بيساعد في الخلط يعني. طيب تمام، بص هنا كده بعد ما الهواء بدأ يدخل لكل مدخل كل اسطوانة هيبدأ يحط الانجكتور، ماشي. هو ده الفرق بين الايه المالتي بوينت والسنجل بوينت، ماشي. طيب المالتي بوينت بقى based on the location where the fuel is spread
عندنا بقى في كمان نوعين من البالت بوينت على حسب انت حاطط الانجكتور فين. في الاندايركت انجكشن سيستم وفي الدايركت انجكشن سيستم. ماشي. طيب فين هو الدايركت وفين الاندايركت؟ الاندايركت اللي هو ادي الانجكتور اهو قبل دخول الهواء للسلندر، بيبقى بيرش الوقود قبل الانتيك فولف. اما طبعا ديت الايه السبارك بلاج. اما هنا الدايركت انجكشن سيستم، فالانجكتور في قلب الايه محطوط في قلب السلندر او في راس السلندر، وبيضخ الوقود في قلب غرفة الحريق عادي خالص، ملوش دعوة بدخول الهواء. تمام. بتبدأ يرش الوقود مثلا اثناء عمل في نهاية شوط الانضغاط، وبالتالي ايه طبعا ده بيبقى افضل شوية. تعال نشوف الدايركت انجكشن سيستم بيعمل حاجتين زيادة، الانكريز افشنسي بيزود الكفاءة، وبرديوس الاميشن بيقلل كمان الاميشن عن النظام اللي هو الايه البورت فيول انجكشن. طيب بنرمز لهم بايه؟ بص كده الجازولين دايركت انجكشن بنقول عليه جي دي اي، وهنا اللي هو الاندايركت انجكشن سيستم بنقول عليه بورت فيول انجكشن اللي هو البي اف اي. خلاص دول الرمزين بتوعهم. طبعا هنا في الدايركت انجكشن سيستم الضغط بيوصل ليه بتاع الوقود ل 2900 بي اس اي. انا بس عايزك تتخيل كميه الضغط اللي بتوصل لها الوقود في النظام بتاع الايه الحقن ده. تمام. ده كده احنا كده ايه هنبدا ننتقل النقطه اللي بعدها اللي هي الكومبشن ان اس اي انجن. طيب لما الفليم تنتشر بشكل طبيعي بدون تغير في سرعتها، هي لها سرعه معينه، السرعه بتاعتها ما اتغيرتش وكمان شكلها ما اتغيرش، بنقول عليها ديت باسمها نورمال كومبشن. تمام. طيب لما بقى يحصل عندي ما يكون في ان بيرند ميكشر جوه غرفه الحريق، بدا ان هو يحترق قبل ما الفليم بروبوجيشن يوصل له. يعني بص هنا كده في الشكل ده، ده هنا الايه السبارك بلوك تبدا تعمل سبارك، فبيبدا الايه الحريق من حواليها الاول، وبعد كده بيبدا ينتشر في غرفه الحريق. لو انا عندي اللون الازرق دوت اللي هو الانبرند ميكشر ده، لو حصل فيه احتراق من قبل ما الاحتراق الحقيقي الاصلي يوصل له، ساعتها بنقول عليه فينومينا از كولد اوتو اجنيشن. تمام. اوتو اجنيشن. طيب في حاجه بقى ثالثه اسمها ديتونيشن او النوكينج، وديت بيحصل امتى بقى؟ لما يحصل عندي sudden increase in the reaction rate، وكمان a combined by sudden rise، وفي في نفس التوقيت sudden rise forming pressure wave. يعني في عندي منطقة هنا بيحصل فيها الاحتراق، وفي نفس الوقت في منطقة تانية حصل فيها احتراق، الاتنين بيقابلوا ايه؟ بيقابلوا بعض، في فبيحصل عندي حاجة اسمها ايه pressure wave، فدي بنسميها detonation، وبنسمع صوت تسقيف، وهو ده النوكينج بتاع المحرك. طيب تعال نشوف النوكينج كده وتعريفه. النوكينج بنقول عليه انترنال كومبشن انجن. اوكي. في الانترنال كومبشن انجن بيحصل امتى؟ لما كومبشن اوف سام اوف ذا اير فيول ميكشر، لما بعض الميكشر ان ذا سلندر doesn't result from propagation of the flame front ignited، في احتراق لجزء من الميكشر لم ينتج عن ايه عن البروباجيشن فليم بروباجيشن داخل الايه داخل الكومبشن شامبر. بص كده هنا الحريق اهو، وهنا لسه ما خدش الشراره ضربت، فبالتالي هنا هيحصل شراره، وهنا كمان في حريق، فحريقين مع بعض يحصل بريشر ويف، بيأثروا طبعا على الباور اللي طالعه وبيقللوها جدا، وبيداوت بيعمل نوكينج وبتسمع صوت تسقيف. طيب احنا كده خدنا الاوتوجنيشن والديتونيشن والنورمال. طيب الكومبشن بقى لما انيشيتد باي اسبارك، طبعا ايه دي بيبقى اندر كنترول، و بنقول عليه نورمال كومبشن زي ما احنا قلنا. طيب لو حصل في هوت سبوت في نقطه معينه سخنه بدات الاحتراق، هنا بيبقى الاحتراق ان كنترول غير متحكم فيه، وساعتها بنقول عليه ممكن نقول عليه بري اجنيشن اند ايه رانينج اون، اللي هو يعني زي ما احنا قلنا ممكن يبقى نوكينج
وممكن يبقى اوتو اجنيشن يعني. تمام. طيب قلنا برضو هنا الاوتو اجنيشن، طبعا زي ما قلنا الاوتو اجنيشن والديتونيشن الاثنين بيبقوا ايه اندر او الكاتيجوري بتاعهم ان هما ابنورمال كومباشن، وفي الحاله ديت الفول اير ميكشر ignited spontaneously without an ignition source، طبعا يبقى الاحتراق في اكتر من نقطة وما يبقاش في مصدر واحد للاحتراق. الكومباشن of fuel air mixture depend on ايه chain reaction، بيحصل chain reaction هي ديت اللي عملية الكومباشن كلها يعني. طيب لو شفنا كده النورمال كومباشن، بص كده على الشكل اللي قدامك ده ثيوريتيكال، اسمه ثيوريتيكال بريشر في اس كرانك انجل دياجرام. عندي هنا الكرانك انجل دياجرام في لفه كامله من 0 ل 360 درجه، تمام كده، مع بيقيس لك البريشر ثيوريتيكال بريشر، طبعا ده ثيوريتيكال مش حقيقي. طيب بص كده الكومبريشن من اول ما الكرانك شافت مثلا، ادي الكومبريشن وهو طالع، وبعد كده الاكسبانشن، يبقى ده لفه كامله للكرانك شافت بيحصل فيها اتنين تو ستروك، واحد كومبريشن واحد اكسبانشن، واحنا عارفين الاتنين بيبقوا ورا بعض. طيب تمام. كومبشن بيحصل بين الاتنين، في نهايه الكومبريشن وفي بدايه الاكسبانشن. طيب تعال نبص كده الكيرف بتاع البريشر، احنا قلنا البريشر بيزيد مع الكومبريشن، بيزيد 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 لحد النقطه دي. النقطة ديت في هنا شارب انكريز في البريشر، ليه؟ لأن ده بداية الكومبشن، وبعد كده يبدأ الإيه؟ يبدأ يحصل الإكسبانشن والبريشر يبدأ ينزل معاك تاني، تمام كده؟ طيب ده مع الإيه؟ مع الكرانك أنجل أو السيتا. طيب هنلاحظ في حاجة هنا في الثيوريتيكال عند التوب ديد سنتر اللي هي عند 180، هو نظريا بيفترض إن إيه؟ إن الكومبشن حصل عند كونستانت فوليوم عند توب ديد سنتر، ولكن في الحقيقه بيبقى ايه مختلف سنه بسيطه عن الكلام ده كله. ولكن هنا البريشر زي ما انت شفت بيزيد زياده عامله ازاي مع الايه الكونستنت ايه كونستنت فوليوم كومبشن. بعد كده 7-4 اللي هو الفليم بروباجيشن بروباجيشن ان اس اي انجن. طيب الفليم بروباجيشن ان اس اي انجن لو بصينا هنلاقي ان الايه، لو بص هنا كده على النقطه رقم ايه هتلاقي هنا لسه دي بدايه الفليم، بعد كده الفليم بتبدا تزيد معاك عند بي، عند سي زادت اكتر، بعد كده عند دي، ادي دي، وبعد كده سي، وبعد كده اف، خلاص الاحتراق ايه بينتهي خالص. طبعا الصور دي اتاخدت لمحرك كان بيلف عند 4000 1400 ار بي ام، والبريشر انلت كانت عند نص اتموسفير ماشي كده. وهنا لو بصيت هنا هتلاقي ده السلندر بريشر، وادي الكرانك انجل نفس القصه، تمام، ومديك النقط بتاعتك، هذا السبارك، وادي اي وبي وسي ودي، تمام كده، وادي ايه اللي هنا برضو البريشر. لو رجعنا للشكل تاني هتلاحظ ان هنا السبارك حصلت عند 40 درجة قبل التوب ديد سنتر، وهتلاقي ان مع الفليم بروباجيشن هتلاقي اللي بيحصل، هتلاقي ادي الفليم بروباجيشن اي بي سي، هتلاقي ان الايه ان البريشر عمال يزيد، تمام كده. طيب هنا نفس القصة اهو بيوريك، ادي هنا بيحصل ايه الشكل ده، طبعا ده اللي بيحصل في الحقيقة، الاحتراق بيحصل في سرعة رهيبة غير محسوسة بالنسبة لنا خالص، ولكن لو احنا بصينا على الشكل ده برضه في الـ propagation وبيوريك بقى طبعا عند ظروف مختلفة، كل صورة عند ظروف غير التانية، وده تصوير طبعا ده حاجات متقدمة جدا بتصور على البطيء، دي كاميرا اسمها هاي سبيد كاميرا هي اللي بتصور الكلام ده، وطبعا هنا ظروف مختلفة، ممكن ناخد حاجة منهم بس خلاص مالناش دعوة احنا في الظروف خالص، ولكن ايه ادي الفليم داخل السلندر وبتزيد مع الوقت، بتزيد اهي اهي لحد ما توصل لهنا، ده اسمه الفليم بروباجيشن، تمام.
وده هنا sequence of image of compressed natural gas. ده هنا بقى ايه؟ natural gas مش جازولين، ده جاز اللي هو الغاز الطبيعي. combustion flame propagation process نفس القصة. في ادي الايه، بص كده هنا ادي السبارك بلاج، بعد كده بدأ ان ايه يحصل احتراق، وسن سن اهو ده البروباجيشن بتاع الاحتراق بتاع الغاز لحد ما ايه يحصل احتراق كامل. الستيج اوف كومباشن، الستيج اوف كومباشن عندنا هنا ثلاث مراحل اساسيه، ثلاث مراحل في الستيج اوف كومباشن. قبل ما نشوف الكومباشن نفسه الاول، لو انا لففت المحرك بدون شراره او بدون وقود، هنشوف كده هنا البريشر مع الكرانك انجل ايه اللي هيحصل. لو انت المحرك بيتحرك وبدون احتراق وبدون شراره وزود بيرنينج وزود كومباشن، هتلاقي ان هنا الضغط بيزيد مع الكرانك انجل، وبعد كده يبدا يقل تاني في خلال شوط الانضغاط وشوط الايه الاكسبانشن. طيب تمام. لو احنا بقى بدانا نعمل ايه حرق، في عمليه الحرق بتبدا من عند النقطه ايه، وبعد كده بتمر بالنقطة B، وبعد كده بتمر بالنقطة C، وبعد كده بتمر بالنقطة D، ودي آخر نقطة. طيب كم مرحلة في عملية الكومباشن؟ في ثلاث مراحل. أول ستيج اسمها من الـ LB، ودي اسمها ignition lag or preparation phase من الـ A للـ B. وهنلاحظ إن من الـ A للـ B ماشي على نفس الخط بتاع الإيه الموترنج، خط الموترنج اللي هو الخط لو أنا لففت الإيه الكرانك شافت من غير ما يكون عندي بيرنينج أو من غير ما يكون عندي كومباشن. يبقى هنا لسه مفيش اي زيادة في البريشر عن الزيادة بتاعت الموترنج. طيب تمام. وديت المرحلة ديت اللي فيها الشرارة، ولسه الشرارة بتأثر على الخليط، الخليط بتاع الوقود مع الهواء، هيبدأ انتقال حرارة من الشرارة للخليط ويبدأ يحصل احتراق step by step. طيب تمام. ادي من الـ A للـ B. طيب من الـ B للـ C ديت اسمها second stage، وديت المين ستيج بتاعت الكومباشن، دي بيحصل فيها معظم الكومباشن، وده بيحصل فيها كل البيرنينج او الفليم بروباجيشن. في المرحلة ديت هنقدر نشوف ان الفليم بروباجيشن بتوصل للاخر خالص، بتوصل لاكثر مرحلة في غرفة الحريق. لو احنا بصينا على الشكل ده، ادي الشرارة هتبدأ تخرج الشرارة، بعد كده هيبدأ يحصل ايه، يبدأ يحصل فليم او كومباشن، وهيبدأ يحصل بروباجيشن للفليم لحد ما ايه نوصل لأقصى نقطة في الكومباشن شامبر ديت، ممكن ايه عند النقطة سي. هنلاحظ كمان عند النقطة سي، عند من بي سي المرحلة التانية دي بداية زيادة الايه البريشر عن الموترنج، وده طبعا بيبقى شارب، والبريشر هنا بيزيد. وكمان هنلاحظ ان البريشر وصل لأقصى نقطة عند ايه في نهاية الاستيج التانية عند سي. وكمان النقطة سي ديت بتكون لازم تكون بعد التوب ديد سنتر. التوب ديد سنتر هنا اهو في بيتوسط المرحلة من البي للسي. تمام، حلو اوي. طب احنا ليه بعد كده البريشر بدأ ينزل بقى من السي للدي؟ دي المرحلة رقم 3 وبنسميها افتر بيرنينج، من السي للدي. تمام، دي الستيج رقم 3 هنا. طيب ليه البريشر كان بيزيد اوي هنا وبدأ يقل هنا؟ البريشر بيزيد من البي للسي. لو احنا بصينا على، احنا قلنا ان الحريق بيبدأ يحصل عند بي للسي حوالين التوب ديد سنتر. حوالين التوب ديد سنتر تقريبا الحجم بتاع غرفة الحريق بيكون ثابت، هو مش بالظبط، ولكن التغير فيه صغير جدا. وبالتالي لو احنا افترضنا ان الحجم ثابت وبيحصل فيه عندك حريق، ايه اللي هيحصل؟ ده فوليوم ثابت، التمبريتشر بتزيد، وبالتالي البريشر بيزيد بيتناسب طرديا مع زيادة الحرارة، وبالتالي البريشر بيزيد بشكل كبير جدا. تمام، حلو قوي. بعد كده بقى المرحلة الأخيرة ديت، دي بقى ما فيهاش ايه، دي فيها كومباشن. يعني في فرق بين الكومباشن وفي فرق بين البيرنينج. البيرنينج كان في المرحلة بتاعت البي للسي، أما من السي للدي دي اسمها كومباشن. لو تفتكروا المحاضرة اللي فاتت كنا احنا قلنا على التحلل اللي هو ديسوسيشن، ومثلا عندنا مثلا عنصر زي الكربون لما يحصل له اكسيدايزيشن او احتراق بيتحول ل CO2، ولكن في الحراره درجه الحراره العاليه بيبدا يتحلل تاني ويرجع ل CO، ولكن في نهايه عمليه الاحتراق او في نهايه الكومباشن بيبدا ان هو يتحول تاني ل CO2،
وبالتالي أنا المرحلة ديت بيتم فيها معظم الاحتراق الأجزاء اللي لسه لا بتحترق من السيل دي. ولكن ما يميز هذه المرحلة إن البريشر بيقل جدا، وأول ما أوصل عند النقطة دي هي نهاية عملية الاحتراق الفعلي، ومش هيحصل أي تغير بعد كده في المكونات أو البرودكت بتاعة الكومباشن. ده كده بالنسبة لإيه الستيج أوف كومباشن. ستة سبعة سبعة ستة فليم سبيد باترن والفراكشنال اوف بيرند ماس. طيب الكومباشن بروسيس فيز عندي اربع حاجات: السبارك انيشيشن، وبعد كده ايرلي فليم ديفلوبمنت، وبعد كده الفليم بيحصل لها بروبوجيشن، وبعد كده الفليم ترمينيشن. تمام. طيب الكومباشن بروسيس فيزز ديت بتحصل ازاي؟ تعالوا نشوفها على الفيجرز. بص للشكل ده كده، الشكل ده علاقة بين الريلاتيف ديستنس اللي الفليم بتمشيها داخل غرفة الحريق والريلاتيف تايم، الوقت اللي الفليم بتاخده علشان توصل لآخر نقطة في الحريق. طيب ونفس القصة في عندنا كمان كيرف تاني اللي هو العلاقة بين الماس فراكشن بيرنت وكرانك انجل. طبعا الشكلين مرتبطين ببعض بشكل كبير جدا. تعالى بقى نشوف اول شكل، المسافة relative distance و relative time. المسافة على التايم ديت السرعة، سرعة ايه؟ سرعة الفليم. يبقى relative distance بتاعت الفليم مع relative time بتاعت الفليم هيدينا الفليم سبيد. فليم سبيد فين بالظبط؟ ده الاسلوب بتاع الكيرف ده، الميل بتاع الكيرف ده هو الفليم سبيد. طيب تمام. الستيج الاولانيه تعال نشوفها كده بسرعه. الستيج الاولانيه بيكون فيها كومباشن بروسيس فيز اللي هو سبارك انيشيشن وايرلي فليم ديفلوبمنت. طيب المرحله ديت الفليم سبيد فيها بيكون يعني قليل، مش يعني البروبوجيشن فيها قليل جدا. ده بسبب ان بيكون لسه احنا جنب الوول بتاعت السلندر، لسه متحرك، لسه الفليم متحركتش بعيد او متعمقتش في البرند ميكشر، وكمان لسه مفيش حرارة عالية تساعد الكومبشن في الستيج الاولانية. طيب بعد كده هنبدأ في نفس القصة. بص هنا كده في الشكل التاني اللي في الستيج الاولانية برضو هنلاقي ان الانبرند ماس او الانبرند ميكشر اللي اتحرقت الانبرنت كتيرة واللي اتحرقت قليلة. تمام. هندخل على السج التانية، وهنا بقى هنلاحظ ان في رابد فليم في رابد فليم بروبوجيشن في المنطقة ديت، وان الفليم بتتمدد بشكل كبير. ده بسبب ان احنا بدأنا نبعد عن الوول بتاعت السلندر، وبدأ يظهر التربلنس، وبدأ يظهر الحرارة العالية اللي بتساعد الفليم ان هي تتمدد وتكبر، وفي نفس الوقت بدأ الفليم يحيطه ماس اكبر من الانبرند ميكشر، وبالتالي بيحترق الوقود بشكل اكبر. في ده هنا في المرحلة التانية. المرحلة التانية في الكومباشن بروسيس، ودي الأساسية اللي هي الفليم بروباجيشن. طيب المرحلة التالتة وديت بيحصل فيها فليم ايه؟ ترمينيشن. طبعا الفليم سبيد هنا ديكريزد، بتبدأ ايه؟ تقل، هتبدأ تقل واحدة واحدة بسبب ان خلاص الانبرند ميكشر قلت ومعادش منها اصلا خلاص، لان بدأ يحصل كومبليت كومباشن للميكشر، وبالتالي الايه كمان التمبريتشر هتبدأ تقل والبريشر هيقل. خلاص طبعا البريشر بنتيجة التمبريتشر، بس هي عموما يعني ايه الاساس ان الانبرند ميكشر خلص، فبالتالي اللي الفليم دخلت في الاستيج الثالثة، الفليم بروبوجيشن دخلت في الاستيج الثالثة، وهيبدأ ان التمدد بتاعها هيقل. هندخل بعد كده على النقطة سبعة سبعة اللي هي بريشر اند تمبريتشر فاريشن از ا فاكشن اوف كرانك انجل. هنبدأ بنشوف البريشر والتمبريتشر وتغيرهم مع الكرانك انجل.
طيب بص كده، ادي الكرانك انجل ماشي. بدأنا ناخد من سالب 40 لحد 60. بص على الكيرف بتاع التمبريتشر، كيرف التمبريتشر الحرارة بتزيد عادي خالص معاك اثناء الكمبريشن، تمام، من لحد ما يبدأ يحصل ايه، احتراق شرارة، هيبدأ التمبريتشر هتزيد بشكل ايه كبير جدا، والتمبريتشر بتزيد لحد ما وصلنا 25 درجة بعد التوب ديد سنتر، وبعد كده هتبدأ تنزل تاني اثناء عملية الايه الاكسبانشن. طبعا يعني هي اثناء الاكسبانشن كانت بتزيد، ولكن مرحلة معينة وبدأت تنزل على عكس البريشر. تعال نشوف البريشر كده، طبعا الاتنين مرتبطين ببعض مش على عكس ولا حاجة. البريشر برضو بيزيد عادي اثناء الكمبريشن، اول ما حصل عملية احتراق الكمبريشر بدأ يزيد اكتر، الزيادة فيه بدأت تتغير وتزيد اكتر لحد ما وصلنا للماكسيمم بوينت بتاع البريشر، بتبقى عند 15 درجة بعد التوب ديد سنتر، ويبدأ البريشر يقل. طب ايه ده؟ ده في شيفتنج بين البريشر والتمبريتشر، والتمبريتشر هي اللي سابقة البريشر. يعني الشيفتنج ده سببه ايه؟ هنشوف دلوقتي. طيب اول حاجة لو بصينا هنا في التمبريتشر، احنا قلنا ان في طول ان عملية الاحتراق شغالة، وبالتالي طول ما عملية الاحتراق شغالة التمبريتشر بتاعتنا بتزيد. طيب التمدد احنا هنا في الاكسبانشن، وبالتالي في عملية احتراق ما زالت شغالة. اول ما نيجي عند النقطة بتاعت البريشر دي، البريشر بدأ ينزل ليه؟ ليه ما بيزيدش مع التمبريتشر في المرحلة دي؟ لان هنا الزيادة في التمبريتشر بدأت تقل. يعني ايه الزيادة بدأت تقل؟ انا هنا كنت بزيد بمعدل كبير، اما هنا من اول النقطة ديت الزيادة بمعدل قليل. يعني مثلا هنا كانت الزيادة مثلا كل درجة بتزيد مثلا 10 درجات تمبريتشر مثلا، يعني هنا من بعد النقطة ديت الزيادة بقت كل درجة بتزيد 3 درجات مثلا، وبالتالي الزيادة في التمبريتشر ما عادتش قادرة تأثر بالزيادة على البريشر. البريشر بيقل، كان يعني هو بيزيد نتيجة التمبريتشر، ولكن بيقل نتيجة الايه الاكسبانشن بتاع الايه بتاع البيستون. ففي النقطة ديت الطاغي اكتر ان التمدد هو اللي بيقلل البريشر، عشان كده البريشر في شيفتنج بين البريشر وبين التمبريتشر، على الرغم من ان لسه في عملية احتراق ولسه التمبريتشر بتزيد. طيب من بعد النقطة ديت التمبريتشر والبريشر الاتنين بيقلوا بشكل كبير جدا زي ما انت شايف كده، بس اللي يهمني ان انت تبقى انت عارف الشكل كويس، وعارف ان البريشر بيوصل للماكسيمم بوينت بعد 15 درجة من تبتل سنتر، والتمبريتشر بعد 25 درجة من تبتل سنتر، وايه سبب الشيفتنج بين الاتنين. تمام، ده النقطة بتاعت البريشر والتمبريتشر مع الكرانك انجل. هندخل على النقطة اللي بعدها اللي هي 7-8، الافكت اوف سبارك تايمينج على الايه الانديكيتور دايجرام. هنا بنشوف بقى عندنا ثلاث نقط للسبارك تايمينج. اول نقطة بتبقى بدري قوي، ده لو احنا بصينا هنا على الكرانك انجل في المحور الافقي والبريشر في المحور الرأسي. طيب احنا هنا اللي هي الاوبتيموم او افضل كيس مثلا في في الظرف دوت، ان احنا عملناها قبل 25 درجة من او قبل 30 درجة من الايه توب ديد سنتر. طيب لو احنا عملناها اوفر ادفانس بدري قوي، هيبقى عندي كام؟ عندي 45 قبل التوب ديد سنتر، دي اسمها اوفر ادفانس، ان انت بدأ الشرارة بدري قوي، وبالتالي الكيرف هيمشي في الخط المتوسط دوت، فطبعا هيأثر ان هو قلل لك المين الماكسيمم مين افكتيف بريشر والماكسيمم والبريك باور، وهيقلل لك كمان البريك تورك. ده البرفورمانس اللي ايه لو احنا عملنا اوفر ادفانس هيحصل معانا. طبعا ده بيبقى نتيجة ان انت بدأت الاحتراق بدري. الاحتراق بداية لما تبدأه بدري وانت بتعمل كومبريشن، ما حصلش الاحتراق عند الظروف المثالية. انا كنت عايز اعمل احتراق عند ضغط اعلى شوية، ضغط ما عملتش انا الاحتراق عند ضغط اعلى، وبالتالي عملته عند ضغط اقل، وبالتالي حصلت على ماكسيمم بريشر اقل. طيب العكس بقى، لو انا اخرت السبارك وعملتها متأخر، عملتها قبل 10 درجات من التوب ديد سنتر، في الحالة ديت بقى الاحتراق اتأخر جدا، حصل ديلي كبير، وبالتالي فات علينا فرصة ان احنا نوصل للماكسيمم بريشر
البريشر قل خالص، وكمان هيقل معاك الباور، وهيقل معاك المين افكتيف بريشر، وهيقل معاك كل حاجه. تمام. طيب الاوبتيمم بقى، الاوبتيمم كيس اللي هي الاعلى نقطه ديت، النقطه اللي هي اعلى حاجه دي بقى، اللي هي ركز كده بقى، خد بالك في حاجه احنا غلطنا في حاجه. هنا افضل نقطه اللي هي 50 سبارك ادفانس، 50 سبارك ادفانس اللي هي دي افضل، دي الاوبتيموم. اما هنا 30 سبارك ادفانس اللي هي مشيت في الخط ده. طيب بالنسبه للخط الاخير خالص اللي هو 10 درجه سبارك ادفانس، معلش انا غلطت في الاول، يبقى احنا عندنا افضل نقطه هي النقطه الاولانيه خالص اللي هي 50. طيب هو هنا من الاخر كده بيوريك ان انت كل ما تقلل، كل ما تاخر السبارك ايه اللي هيحصل. لو احنا اخرنا السبارك من 50 خليناها عند 30، الضغط بتاعك اللي انت هتحصل عليه الماكسيمم ضغط قل. طيب نفس القصه لو انت اخرت كمان السبارك عند 10، بص كده الضغط قل خالص خالص، وبالتالي افضل حاله في الثلاث حالات دول هما اللي هي ال 50 ديجري سبارك ادفانس. فالاوفر ادفانس يعني خلاص ملهاش لازمه دلوقتي بالنسبه لنا الاوفر ادفانس، عشان ايه؟ احنا دلوقتي بندرس بس فقط في الكيرف ده الديلي بتاع السبارك تايمنج، ما درسناش تقديمها خالص. اما الحاله الاوبتيمم بتاعتنا هي الحاله الاولانيه خالص اللي هي السبارك اول واحده. يبقى السبارك اول واحده هي هتديك الكيرف اللي فوق ده، السبارك الثانيه هتديك الكيرف ده، السبارك الاخيره هتديك الكيرف الاخير. ماشي، تعالى بقى نشوف ال 7 9 الماكسيمم بريك تورك اللي هو ال MBT.